أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في خدمة دروس، ومع درس جديد للصف الأول متوسط، وهو بعنوان ما النظام البيئي؟ وسيقدم محدثكم الأستاذ رائد بن يوسف المالكي. قبل الانتقال لتفاصيل الدرس ومن خلال العنوان، ماذا تتوقعون أن نتعلم اليوم؟ سنتعلم اليوم أولاً توضيح مفهوم النظام البيئي، وكذلك سوف نتعلم تحديد المكونات الحية والمكونات غير الحية في النظام البيئي. كذلك سوف نتعلم وصف كيف تتفاعل مكونات النظام البيئي بعضها مع بعض. إذن هذا ما سنتعلمه اليوم من خلال هذا الدرس، فكونوا معنا. إذا تنزهت وتأملت فيما حولك، فماذا ستشاهد؟ ستشاهد أشجار وكميات أعشاب صغيرة، وتلاحظ أيضا مخلوقات حية عديدة. فإذا كنت تتنزه في البراري، فسترى الطيور والحشرات والعديد من الغزلان والحيوانات الأخرى. وإذا كنت في رحلة بحرية، فستشاهد في مياه البحر مجموعة مختلفة من الأسماك. جميع ما ذكرناه هو عبارة عن مكونات حية. كما ستلاحظ أيضا أشياء غير حية مثل التراب والهواء وأيضا الماء وضوء الشمس. جميع ما ذكرناه من مكونات حية وغير حية توجد في النظام البيئي. فماذا تعرف عن الأنظمة البيئية؟ النظام البيئي مساحة من الطبيعة وتحوي مخلوقات حية حيث تتفاعل مع بعضها البعض. كما يحوي النظام البيئي أيضا عوامل غير حية كضوء الشمس والهواء والماء. وتتفاعل المكونات الحية وغير الحية مع بعضها البعض بحيث تشكل وحدة واحدة. فعلى سبيل المثال، نشاهد في المنزل حوض الأسماك، وهو نظام بيئي صغير يحوي مخلوقات حية وأخرى غير حية. دعونا نذهب لأحد الأنهار، وهو عبارة عن نظام بيئي لأنه يحوي مكونات غير حية مثل الصخور وكذلك المياه وضوء الشمس. كما يحوي مخلوقات حية مثل الأسماك وسرطان النهر والبعوض. كما يحوي أيضا الضفادع والطحالب. تتفاعل هذه المكونات مع بعضها البعض. ماذا نقصد بقولنا إن المخلوق الحي يتفاعل مع المخلوقات الحية الأخرى؟ عندما يتغذى الضفدع على البعوض، فهو تفاعل مخلوق حي مع مخلوق حي آخر. وعندما تتغذى الأسماك على الطحالب، فهو يعد أيضا تفاعل مع بعضها البعض. ماذا نقصد بقولنا أن المخلوق الحي يتفاعل مع المكونات غير الحية؟ عندما تذهب إلى النهر، فسوف تلاحظ أن الضفدع يقفز إلى الماء
مختبئا في هذه المياه، والمياه تعد مكونات غير حية، ولذلك نستطيع أن نقول أن الضفدع تفاعل مع الماء الذي يعد مكون غير حي. كما تقوم الأسماك أيضا باتخاذ المياه مأوى لها، وهذه الطريقة تسمى تفاعل المخلوق الحي مع المكونات غير الحية. عندما تدرس التفاعل في النظام البيئي فأنت تدرس علم البيئة، وهو دراسة التفاعل بين المخلوقات الحية والمكونات غير الحية في النظام البيئي، حيث يمضي علماء البيئة الكثير من وقتهم يدرسون الأشياء ويراقبونها عن قرب، وقد يمضون ساعات قرب النهر يراقبون ويسجلون، وبعد ذلك يحللون ما لديهم من معلومات. رغم أن معظم عملهم يكون في الميدان، إلا أنهم كغيرهم من العلماء يجرون التجارب في المختبرات، فهم على سبيل المثال قد يحتاجون إلى تحليل عينة من ماء النهر في المختبر. تختلف الأنظمة البيئية في أحجامها، فقد تكون صغيرة مثل كومة من أوراق النبات، أو كبيرة الحجم مثل المحيط أو الصحاري أو الأنهار أو الغابات، وجميع هذه الأنظمة هي جزء من نظام أكبر يسمى الغلاف الحيوي، حيث يكون الغلاف الحيوي هو جزء الأرض الذي يدعم الحياة، ويشمل الجزء العلوي من القشرة الأرضية والغلاف الجوي وجميع المسطحات المائية على سطح الأرض. الأنظمة البيئية Ecosystems. كيف قمت باصطياد تلك السمكة يا أبي؟ نقوم بوضع الطعم الذي هو دودة الأرض في شص الصنارة، ثم نلقيها في الماء، وبمجرد التقاط السمكة له بفمها تتعلق بالشص فأقوم بسحبها. وهل تتغذى الأسماك على تلك الديدان؟ نعم، فهذا نظام بيئي يضمن بقاء تلك المخلوقات على قيد الحياة من خلال تغذيها على أحياء أخرى. نظام بيئي؟ وما النظام البيئي؟ هو مساحة من الطبيعة وما تحويه من مخلوقات حية ومواد غير حية وتفاعلها معا وما ينتج عن هذا التفاعل. معنى هذا أن غذاء الأسماك على الديدان يعني تفاعل تلك المخلوقات معا. نعم، ومثال ذلك أيضا تغذي الأسماك على النباتات الموجودة في قاع النهر، كما أنه قد يتغذى مخلوق آخر على تلك الأسماك. ولكن هل تتفاعل المخلوقات الحية مع المكونات غير الحية للنظام البيئي؟ نعم، مثال ذلك ديدان الأرض، حيث تختبئ في طين المستنقع وتتغذى على الطين أيضا، وهو مكون غير حي من النظام البيئي، كما أن النظام البيئي يمكن أن يكون جزءا من نظام بيئي أكبر. وهل تختلف الأنظمة البيئية في حجمها؟ نعم، فهناك النظام البيئي الصغير مثل كومة من أوراق النباتات أو بركة الماء الصغيرة، ومنها الكبير مثل المحيط أو الغابة أو الصحراء، كما أن هناك نظاما أكبر من تلك الأنظمة ويشملها جميعا هو الغلاف الحيوي. وما الغلاف الحيوي؟ هو الجزء من الأرض الذي يدعم الحياة، ويشمل الجزء العلوي من القشرة الأرضية وجميع المسطحات المائية على الأرض والغلاف الجوي. وهل يحدث داخل الغلاف الحيوي تفاعل بين مكونات النظام البيئي؟ بالطبع، فمكونات النظام البيئي في حالة تفاعل مستمر، وهناك فرع من العلم يختص بدراسة هذه العلاقات يسمى علم البيئة. وما علم البيئة؟
علم البيئة إيكولوجي هو علم يدرس التفاعل بين المخلوقات الحية والبيئة المحيطة بها. شكرا لك يا أبي، لقد تعلمت اليوم كثيرا وأريد أن أقوم بتجربة اصطياد الأسماك. نأتي الآن إلى تقويم وهو تثبيت المفاهيم: البحيرة والنهار والغابة تعد أمثلة على ألف الإطار البيئي، ب الجماعة الحيوية، جيم المجتمع الحيوي، أم أنه النظام البيئي؟ إذن كيف نستطيع أن نجيب على هذا السؤال من خلال الخيارات الأربعة؟ إذن الإجابة هي أنها تعد أمثلة للنظام البيئي. ننتقل أيضا لسؤال آخر وهو استخدام المفردات. قارن بين الغلاف الحيوي وعلم البيئة. كيف نستطيع المقارنة بين الغلاف الحيوي وعلم البيئة؟ إن الإجابة هي الغلاف الحيوي جميع الأنظمة الحيوية على الأرض. أما علم البيئة فهو دراسة الأنظمة البيئية. ما هي مكونات النظام البيئي؟ يتكون كل نظام بيئي من العديد من المخلوقات الحية، ويوجد لدينا جذع شجرة متعفن، إنه نظام بيئي صغير مقارنة بالغابة وأيضا الأنهار وكذلك الصحاري، ومع ذلك فقد يكون منزلا يأوي العديد من المخلوقات الحية مثل البكتيريا والطحالب والفطريات والنمل وكذلك الديدان، الحيات ونقار الخشب والسحلية. المخلوقات الحية المكونة للجزء الحي من النظام البيئي تسمى العوامل الحيوية. يعتمد المخلوق الحي على العوامل الحيوية الأخرى لتوفير الغذاء. فعلى سبيل المثال، النمل الموجود على جذع الشجرة يوفر غذاء للسحالي، والسحالي توفر غذاء لنقار الخشب، بينما يكون نقار الخشب غذاء للحيات. وعندما تموت الحيات فإنها توفر غذاء للنمل. ذكرنا سابقا مكونات النظام البيئي في جذع الشجرة المتعفن. هل كانت جميع هذه المكونات من المخلوقات الحية؟ إن الإجابة هي لا، فيتضمن النظام البيئي أيضا عوامل غير حية مثل التراب والهواء وكذلك ضوء الشمس. وتسمى الأشياء غير الحية في النظام البيئي بالعوامل اللاحيوية.
إذن كما ذكرنا أن مكونات النظام البيئي يتكون من عوامل حيوية وهي جميع الكائنات الحية، وأيضا يتكون النظام البيئي من عوامل لا حيوية وهي التربة والماء وضوء الشمس ودرجة الحرارة والهواء. دعونا الآن نتحدث عن العوامل اللا حيوية. المكونات غير الحية للنظام البيئي. Non-living components of an ecosystem. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل أحضرت نباتا جديدا؟ لا، إنه أصيص النباتات الخاص بي في الفصل، أحضرته معي لاقتراب عطلة عيد الأضحى. وما العلاقة بين أصيص النبات والعطلة؟ إذا تركت النبات في الفصل خلال العطلة فلن يجد من يرويه، وبالتالي سيجف ويموت. لقد فهمت ما تقصده، فللماء أهمية خاصة لجميع المخلوقات الحية، فهو سر الحياة ولا حياة لمخلوق بدونه. نعم، فهو من العوامل اللاحيوية في النظام البيئي، ولا تتم جميع الأنشطة الحيوية كالتنفس والهضم والإخراج إلا في وجوده، كما أنه يمثل وسطا تعيش فيه المخلوقات البحرية وتنتقل به من مكان لآخر. ماذا تقصد بالعوامل اللاحيوية يا سالم؟ هي المكونات غير الحية في النظام البيئي، ومنها التربة والحرارة والماء وضوء الشمس، ولكل عامل من هذه العوامل تأثير على حياة الكائنات الحية وأنواعها. وهل تختلف النباتات باختلاف التربة التي تنمو فيها؟ نعم، فالتربة تؤثر في نوع النبات والمخلوقات الحية الأخرى بما تحويه من الأملاح والماء والهواء والمواد العضوية بنسب مختلفة، وينتج عن اختلاف النسب تنوع التربة مثل الرملية والطينية والصفراء التي هي خليط من الرمل والطين. أما فيما يتعلق بدرجة الحرارة فأعتقد أن خير مثال على ذلك هو الدب القطبي، حيث لا يستطيع العيش سوى في الجليد. أحسنت، فدرجة حرارة النظام البيئي مهمة لتحديد نوع المخلوقات الحية التي يمكن أن تعيش في مكان ما، وغالبا لا يمكن لمخلوق حي من بيئة ما أن ينتقل إلى بيئة أخرى، فقد لا يتكيف مع درجة حرارتها ويموت. والآن هل يمكننا وضع النبات أسفل الطاولة؟ لا، فالنبات من المخلوقات الحية التي تحتاج إلى الضوء، وهو إحدى العوامل اللاحيوية الهامة في النظام البيئي، حيث يحتاج النبات إلى الضوء لإنتاج الغذاء من خلال عملية البناء الضوئي، ومن ثم يتغذى الإنسان عليه وكذلك الحيوانات، فهي تتغذى على هذا النبات أو على حيوانات تغذت على النبات. والآن هيا لنختار مكانا مناسبا لهذا النبات في الشرفة. في ضوء دراستنا للنظام البيئي، هل سمعت بالنظام البيئي المتوازن؟ يتكون كل نظام بيئي من عوامل حيوية وأخرى غير حيوية تعمل معا، وعندما تكون هذه العوامل متوازنة يكون النظام البيئي متوازن كذلك. ماذا لو جفت المياه أثر توقف تساقط الأمطار؟ تخيل ماذا سيحدث؟ هل يفقد النظام البيئي توازنه؟ بعض المخلوقات الحية لا تستطيع البقاء طويلا دون الماء، لذلك سوف تتناقص أعدادها وتلاحظ تناقص أعداد البعوض. ماذا سيحدث
إذا تناقص أعداد البعوض. يؤدي ذلك إلى تناقص في أعداد الضفادع، والتي تعتمد في غذائها على البعوض، أو ربما تواجه خطر الموت. لذلك فإن في هذه الحالة النظام البيئي غير متوازن. نأتي الآن لتقويم تثبيت المفاهيم. أي مما يلي لا يعد من العوامل الحيوية؟ هل هو ألف البعوضة، باء شجرة الصنوبر، جيم أشعة الشمس، دال الفطر؟ إذن كيف تستطيع الإجابة على هذا السؤال من خلال الخيارات الأربعة؟ إن الإجابة هي أشعة الشمس، فهي لا تعد من العوامل الحيوية. نأتي الآن لتقويم ختامي. ضع الرقم في المكان الصحيح. نود أن نقوم بربط العمود الأول بما يناسبه من إجابة صحيحة في العمود الآخر، ونبدأ برقم 1، الغلاف الحيوي. هل هي المخلوقات الحية المكونة للجزء الحي من النظام البيئي، أو يشمل الجزء العلوي من القشرة الأرضية والغلاف الجوي وجميع المسطحات المائية على سطح الأرض، أم أنها المكونات غير الحية في النظام البيئي؟ إذن ما هو الاختيار الصحيح للغلاف الحيوي؟ إن الغلاف الحيوي يشمل الجزء العلوي من القشرة الأرضية والغلاف الجوي وجميع المسطحات المائية على سطح الأرض. نأتي الآن رقم 2، العوامل الحيوية. اختر ما يناسب مفهوم العوامل الحيوية في العمود الآخر. العوامل الحيوية هي المخلوقات الحية المكونة للجزء الحي من النظام البيئي. وصلنا لما تعلمناه اليوم. تعلمنا عن الأنظمة البيئية، فالنظام البيئي هو مساحة من الطبيعة وما تحويه من مخلوقات حية ومواد غير حية وتفاعلها معا وما ينتج عن هذا التفاعل. كما تعلمنا أيضا الغلاف الحيوي، وهو الجزء من الأرض الذي يدعم الحياة ويشمل الجزء العلوي من القشرة الأرضية والغلاف الجوي وجميع المسطحات المائية على الأرض. كما تعلمنا أيضا علم البيئة، وهو علم يدرس التفاعل بين المخلوقات الحية والبيئة المحيطة بها. كما تعلمنا أيضا مكونات النظام البيئي، عوامل حيوية وهي المخلوقات الحية المكونة للجزء الحي من النظام البيئي، وأيضا عوامل لا حيوية في النظام البيئي وهي المكونات غير الحية في النظام البيئي، مثل التربة والحرارة والماء وضوء الشمس. وصلنا إلى نهاية الدرس، على أمل اللقاء بكم في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.